تحت عنوان الروبوت بمواجهة التحديات، أقيم معرض للروبوت في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص بمشاركة عدد من الأطفال والشباب الموهوبين. وتخلل المعرض تكريم الطلاب الفائزين ضمن المسابقة الوطنية للروبوت العام الماضي. اليوم عم نشوف مجموعة من المشاريع هي نتاج التدريب اللي تم ضمن مخابر الجمعية المعلوماتية، وأنتج مجموعة من الأفكار والمبادرات اللي هي بتلامس الواقع بشكل كامل وحقيقي، لتكون فيها مجموعة من الحلول لواقع نحن عم نعاني منه كمواطن وكمؤسسات. بكتير من الأمور ممكن يكون في تدخل أوتوماتيكي للروبوت الآلي في حل مجموعة من المشاكل. عم نقدم معرض يلي هو الروبوت في مواجهة التحديات، تم من خلاله تصميم نماذج الروبوتات اللي هي عم تحل مشاكل للتحديات اللي هي موجودة عنا، مثل تحديات الكورونا وتحديات أزمة الطاقة الكهربائية. طبعا هاي التصميمات أم فيها مجموعة من اليافعين المميزين اللي هن من شباب النادي الروبوت. صممت عنف طاقة بديلة مع محطة مثل هي كازية كهربائية، مشان أول شغلين نحن منخفف سرعة الشحن تبعيد السيارات، مثل إذا كنا على طريق سفر ومضطرين لأنه نحن نشحن السيارة بوقت محدد، فهي المدخرة تبعيد البطارية رح تكون مدخرة لاسلكية، فهي مجرد حطها بالسيارة رح يتم شحن البطاريات الموجودة بالسيارة. طبعا هي مشروع صديق للبيئة لأنه بيستخدم الطاقة البديلة اللي هي عن طريق العنفات الريحية. صممنا روبوت بيشتغل كممرض لحتى نتجنب التماسك المباشر بين الممرضين والمصابين بالكورونا. هو بيجمع شو بيلزمه للمصابين من غذاء دواء أي شيء بوصل لهم إياه، وبيجمع الفضلات الناتجة عندهم وبياخدها على مكان للتكرير. هذا الروبوت يعمل على تعقيم اليدين والسيارات. إذا هون مكون من حساس، في حال شاف أي جسم اقترب منه بيرسل رسالة للروبوت، فالروبوت بحرك المحركين، هذول لما بتحركوا يعملوا على ضغط على المعقم يقوم بضغط. المعرض يهدف إلى التعريف بأهمية ربط التكنولوجيا الحديثة بالواقع وإيجاد الحلول للمشكلات عن طريق استخدام الروبوت في المجالات الطبية والصناعية. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.